الدول عادة تتجه إلى المؤسساتية، وفي تركيا هناك مؤسسة عريقة هي مؤسسة الجيش ومؤسسة الأمن. حتى قبل تأسيس الجمهورية التركية بالنسبة لقوات الأمن التركي تحديدا من عهد العثماني، وكانت تسمى قوات الدرك والجندرمة ولها تفرعات كثيرة، وهذا الجهاز كان قويا جدا. الخلل الذي حصل هو ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة. منذ ذلك الوقت شن الرئيس أردوغان هجمات منظمة في صفوف قوات الأمن. 34,000 عنصر أمني تابعين لوزارة الداخلية التركية تم اعتقالهم بحجة أن هؤلاء من أنصار جولين، وبالتالي المؤسسة تعرضت الأمنية إلى ضربة. الأمر الثاني أن الرئيس أردوغان يعيش دوما هاجس انقلاب عسكري، وهو يبدو لا يثق حقيقة لا بالمؤسسة العسكرية الجيش ولا بالمؤسسة الأمنية، لذلك بات مهمة الجيش التركي هو إشغاله من قبل أردوغان في حروب، لاحظ من سوريا إلى ليبيا إلى العراق إلى ما هنالك، وكأنه يريد إبعاد الجيش عن ما يسمى المعادلة الداخلية التركية وزجه في حروب، فضلا عن التصعيد مع اليونان وغيره. على مستوى الداخل التركي هنا أعتقد الخطورة أكثر. أنت تفضلت بأسئلة جوهرية، إذا كانت هناك حاجة أمنية حقيقية لتوسيع المؤسسة الأمنية، فلماذا لا يكون ذلك من خلال وزارة الداخلية؟ لماذا لا يتم إنشاء أقسام جديدة تتبع في مهامها لوزارة الداخلية؟ هذا السؤال في ظل ما يقوم به الرئيس أردوغان، وأحيانا وآسف أن أتدخل وأقول أحيانا بشكل يخالف حتى القانون التركي، عندما يتم الآن إنشاء قوة تحت عنوان قوة الإمداد مؤلفة من 500 عنصر وبقرار من الرئيس أردوغان دون أن يكون هناك موافقة من البرلمان، بمعنى أن تشريع القانون يجب أن يكون من خلال البرلمان وليس من خلال قوانين يصدرها الرئيس، هذا أمر يؤدي إلى تفتيت المؤسسة لصالح حالات ميليشيات، وهذه ليست خطوة وحيدة، سبق ذلك قبل نحو 3 أشهر مسألة تشكيل ما يسمى حراس الليل. وحراس الليل إلى جانب هذه القوات التي تشكلت الآن لديها هي قوات مسلحة، يعني بمعنى تحمل السلاح، لا حق التدخل في وقف السيارات، تفتيش المرأة، السؤال عن الهويات وحتى اعتقال البعض، وحتى التدخل في حالات ما يسمى تحت عنوان الأمن في المظاهرات. بمعنى إذا شاهدنا الآن مظاهرات في إسطنبول، هذه المظاهرات تقوم بها المعارضة التركية لصالح شعارات والتغيير إلى ما هنالك ومطالب، فيمكن لهذه القوات أن تتدخل. هنا الخطورة من أن هذه المؤسسة العسكرية العريقة التي كانت في تركيا أن تتشتت إلى مجموعة ميليشيات مسلحة تحت عناوين يطرحها الرئيس أردوغان، وبالتالي تتحول تركيا إلى نوع من الحرب والفتن الداخلية، بحكم خاصة أن الذين يتم توظيفهم في المؤسسات الجديدة التي يشكلها الرئيس أردوغان، وهنا أقصد حراس القرى ومجموعة الإمداد، لديهم توجهات أيديولوجية واضحة. أما هم من مقربين من حزب العدالة والتنمية أو أعضاء في حزب العدالة والتنمية، وهذا الأمر يثير المزيد من الرفض في الرأي العام التركي ومن قبل المعارضة التركية، ويؤدي إلى حالة فلتان أمني، وهنا وجه الخطورة من أن تصبح تركيا يعني دولة تدخل في حروب أهلية بحكم هذه الصلاحيات التي تقوم بها الرئيس من أردوغان، وبشكل يضرب عمق المؤسسات التي هي مؤسسات وطنية تاريخية في تركيا.